اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كما تشوفوا اليوم قافله صحيه ضخمه بتنظيم من اذاعه الحياه افام وبمساهمه الاداره الجهويه للصحه بالقيروان والديوان الوطني للاسره والعمران البشري. قافله صحيه ضخمه تضم عدد من يعني المتعددة الاختصاصات. نلقاو هنا الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، نلقاو ايضا ديتونت كما تشوفوا يعني حول مرض السكري، حول ضغط الدم. يعني الناس لنا يعني تواجد كثيف ومكثف وكبير برشا، يعني نشوفوا يعني كل الشرائح العمريه تقريبا موجوده، يعني شباب موجوده، يعني ليزادولت موجودين، حتى يعني الشيوخ، ناس كبار، ناس يعني ما توفرت لهمش نجم تكون ما توفرت لهمش الفرصه في مناسبه سابقه وتمتعوا بالقافله الصحيه هذه. اليوم كانت المناسبه الفضله كما نقولوا اللي مكنتهم من انهم يجيوا ويعديوا على الامراض هذه. لقوا مرض السكري، مرض ضغط الدم، دونك كل هذا بتنظيم من اذاعه الحياة. والله فكرة باهية، بارك الله فيهم اللي قاموا بالحاجة دي، ومن زال تونس بحول الله بخير اللي تعمل لنا في الشيء هذايا، خاصة نحن الزواولة ما عندناش وين نمشيو إلا ربي سبحانه. أنا واحد من الناس قاعد مريض توا، في تحت لقيت الفرصة هذي أنا جيت نعدي. شنو عندك أنت؟ عندي دو دايخ برشا، ما عرفش على روحي كيفاش من دايخ والعرق يجبد ما عرفش. دونك جيت للطب العام؟ لا توا أنا عطوني توصيل على الدم والسكر، قصة الدم وقصة السكر، وهاني ماشي توا للطب العام. وهاني لقي الحفاوة الكبرى بارك الله فيهم يعطيهم الصحة، والله مبادرة الحمد لله من جد تونس بخير، الحمد لله من جد فما رجال تخدم في تونس. شكرا لك. باش احنا ما نضيعوش الشياب، احنا ما نضيعوش، على خاطر احنا خدمنا تونس والجيل اللي قبلنا احنا خدم، بارك الله فيهم، بكر في الاعلام وحياة افهام اللي بادرت بالحاجة هذه، مبادرة طيبة، وشكرا لكل اللي تام بالخير. الحياة افهام، الحياة افهام، زهرة الحياة.